السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. قالت وسائل إعلام سودانية إن الجيش تسلم دفعة أولى من مركبات قتالية مصفحة، وذلك بعد أيام من بدء الجيش عملية برية لاستعادة المواقع الخاضعة لسيطرة الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. وقال مصدر عسكري لصحيفة سودان تريبيون إن 50 مركبة مصفحة وصلت قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمالي أم درمان، مؤكدا أن هناك دفعات متتالية من المركبات ستصل لاحقا دون أن يوضح اسم المدرعة أو الجهة التي سلمتها للجيش السوداني. يأتي ذلك بعد يوم من تفقد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قواته في جبل مويا الاستراتيجي بولاية سنار جنوب شرقي البلاد. وقبل أسبوع أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة جبل مويا في ولاية سنار وسط السودان بعد معارك ضارية استمرت أياما مع الدعم السريع، علما أن منطقة جبل مويا تتحكم في طرق الإمداد والمواصلات بولايات سنار والنيل الأبيض وكردفان ودارفور، بينما شددت ميليشيا الدعم السريع من قصفها العنيف على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. مشاهدينا الكرام، رحب بضيفي في هذه الحلقة. ينضم إلينا عبر سكايب بدكتور ضياء الدين سليمان الكاتب الصحفي السوداني. دكتور سليمان تحية لك. مرحبا بك ومرحب بكل متابعيك على قناة الطرح التركي. حياكم الله. دكتور ضياء، في البداية في أي إطار تأتي هذه الإمدادات العسكرية الجديدة التي وصلت إلى الجيش السوداني في أم درمان؟ أولا هذه الإمدادات التي وصلت إلى القوات المسلحة تأتي في إطار التجهيز لعمليات تطهير البلاد من دنس ميليشيا التمرد وميليشيا الدعم السريع التي احتلت أجزاء واسعة من البلاد. هذه الإمدادات تأتي في إطار التجهيز وتأتي متزامنة مع العمليات العسكرية التي بدأتها القوات المسلحة منذ 26 من الشهر الماضي، واللي بموجبها استطاعت القوات المسلحة أن تنفتح في عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم وكذلك في الولايات، في ولاية سنار وفي الجزيرة وفي الفاشر وعدد من المناطق التي تشهد سيطرة وتوسع وانتشار للقوات المسلحة. هذه الإمدادات تأتي في إطار تجهيز القوات المسلحة لتطهير البلاد وتحريرها من الميليشيا المتمردة التي اجتاحت البلاد في حرب 5 أبريل من العام الماضي. نعم دكتور ضياء، اليوم نتحدث عن 50 مركبة قتالية مصفحة وصلت ليد الجيش السوداني، ولكن لا يوجد إفصاح عن الجهة التي سلمت هذه المدرعات ولا حتى عن اسم هذه المدرعة. برأيك أي الجهات ربما أقرب التي من الممكن أن تسلم الجيش السوداني وأن تمد الجيش السوداني بالأسلحة والعتاد في ظل هذه المعركة اليوم؟ دون الإفصاح عن الجهات والدول التي مدت القوات المسلحة بهذه المركبات وهذه الأسلحة، ما يمكن أن نقول إجمالا القوات المسلحة السودانية ودولة السودان تحديدا باعتبارها القوات المسلحة هي الجهة الشرعية الممثلة لحكومة السودان. أشير إلى أن الحكومة السودانية تمتاز بعلاقات مميزة، تمتاز بعلاقات دبلوماسية خارجية وبعض الدول الحليفة ذات المصالح المشتركة مع السودان. هذه الدول بالتأكيد لن تصمد وطرأ السودان واستباح، لا سيما وأن ميليشيا الدعم السريع تعتمد اعتماد كلي في حربها التي تشنها على المواطنين وعلى الجيش السوداني، تعتمد على الإمداد العسكري الذي يأتيها من بعض الدول الخارجية، الدول التي تضمر العداء للشعب السوداني وتضمر العداء وتحيك المؤامرات إياه دولة السودان. فلا يمكن للدول الصديقة والدول المتحالفة مع الحكومة السودانية أن تصمد حيال هذه الانتهاكات التي تظلت تقدمها الميليشيا وتقدمها بعض الدول الداعمة لها. فأنا أعتقد أن هذه الإمدادات التي وصلت للجيش السوداني هي تجسيد للعلاقات المميزة التي تتميز بها الحكومة السودانية، لا سيما وأن هنالك بعض الذين يتحدثون أن هنالك حصار يمارس على الحكومة السودانية وأنها تعيش في عزلة دبلوماسية. هذا تأكيد على أن
الحكومة السودانية تتميز بعلاقات دبلوماسية مميزة، وتتميز بتواصل مع بعض الدول ذات المصالح المشتركة دون الإفصاح عن تلك الدول ودون الحديث عن الجهات التي أمدت القوات المسلحة بتلك الإمدادات.